بس احنا في النبأ هم خارجين من بلدك احنا بلدك مروح علينا السلام عليكم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة شاء الله تبارك وتعالى أن نبتلى في هذه الأيام وتبتلى هذه المنطقة بل الولاية بل عموم الوطن الجزائر كلها ابتليت في فقدان هؤلاء الصبيان بل الأمة الإسلامية قاطبة ابتليت في فقد هذه الثلة من أبنائنا من هؤلاء الصبيان لكن ما عسانا نقول إلا ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ولده إبراهيم وكان عمره أقل من سنتين بكى وضعه على شفير القبر وبكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا هذا لسان حالنا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق أبنائنا لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى فقد ابتلينا وأسأل الله أن يصب علينا الصبر صبا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والله على قدر مصابنا وعلى قدر ألمنا ويعلم الله عز وجل أن قلوبنا تعتصر دما وبكت قلوبنا قبل أن تبكي أعيننا لكن وأنا أزور بالأمس واحد من آباء هذا الصبيان قال لي كلمة حسيت إحنا صح وليدات الجزائر الجزائر اللي راهي اليوم ممثلة في قياداتها بجميع الأطياف المدنية والعسكرية جاءوا من جميع أنحاء الوطن فيحضروا هذه الجنازة.